السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة إن شاء الله يا جماعة مع صلح الحديبية، مع الفتح المبين اللي ربنا سماه الفتح المبين، خدي بالك درس الليلة عبارة عن مشاهد لازم تتحفر في قلبك، درس الليلة مشاهد لازم تتحفر في ذاكرة كل واحد مننا، درس الليلة رسالة لكل واحد مسجون في سجون اليهود، لكل واحد في أغلال أمريكا، لكل واحد بيعمل لدين الله، لكل واحد محبط من الواقع اللي احنا عايشين فيه، درس الليلة مشاهد لازم تتحفر جوه قلوبنا. المشهد الأولاني مشهد توقف حركة غزوات الرسول لمدة 12 شهر، الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما بطلش يوم، قبل غزوة بدر طلع 4 غزوات، بعد بدر وقبل أحد طلع 5 غزوات، بعد أحد وقبل الخندق طلع 4 غزوات، بعد غزوة الخندق يا رسول الله تقعد 12 شهر ما تطلعش ولا غزوة، ليه؟ إيه السبب الغريب لهذا الأمر؟ السبب يا جماعة إن كان في معركة تانية أخطر وأكبر وأقوى، معركة المرأة، معركة الحجاب، المنافقين بعد غزوة الأحزاب غيروا أسلوبهم، المنافقين بعد غزوة الأحزاب بقى أسلوبهم في غاية الخطورة، أسلوبهم مش الحرب لا، أسلوبهم نشر الشهوات، أسلوبهم إن هم يخرجوا المرأة، اسلوبهم انهم يستغلوا النساء في افساد المجتمع وبث الشهوات. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف الغزوات 12 شهر قبل ما يخرج للعالم من اول الحديبية عشان المرأة وعشان تحصين المجتمع من الداخل، وكان اول اولويات الرسول المرأة عشان تعرف انت دورك غالي قد ايه، عشان تعرف انت دورك في نصرة الاسلام خطير قد ايه. حركة الجهاد الغزوات تقف 12 شهر عشان المرأة والنساء والاصلاح الداخلي للمجتمع، عشان نعرف يا جماعة ان معركة الشهوات لا تقل خطورة عن معركة السيف. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالموضوع ده رسالة، ان الوقتم وسط الامة الوقت هو الشهوات ومعركة الشهوات. ويبذل النبي عليه الصلاة والسلام مجهود رهيب، مجهود رهيب في اصلاح المرأة، تنزل اية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، وتنزل تحريم الاختلاط فاسألوهن من وراء حجاب، وينزل الامر بجهاد المرأة في بيتها وقرن في بيوتكن، وتخرج نماذج مبهرة مبهرة. نساء الانصار اول ما نزلت اية الحجاب شققن مروطهن فاعتجرن بها، يعني امرأة ما عندهاش فلوس تشتري اصلا قماش تقوم جايبة ثوب من اسوابها وهي ممكن ما تملكش غير ثوبين، وتقطعه نصين تعمله طرح تغطي بيه راسها وشها. تخيلوا يا جماعة، السيدة عائشة بعد موت النبي كانت تدخل على قبر النبي وقبر ابو بكر تقول انما هو ابي وزوجي، فتتخفف من ثيابها. لما مات عمر ودفن معاها في اوضتها فضلت طول عمرها محجبة جوه البيت وبره البيت، لان سيدنا عمر وهو ميت كان رجل اجنبي عنها. تخيلوا، بتستحي من الاموات للي لا يستحوا من الاحياء. السيدة اسماء بنت ابو بكر كان بقى عندها 90 سنة، ابنها عبد الله بن الزبير جاب لها لبس كويس من الشام، فقالت له ما هذا؟ قال لها يا امه انه لا يشف، ده لبس كويس وحجاب جميل. قالت له ان كان لا يشف فانه يصف. تخيلوا يا جماعة، ده عندها 90 سنة، بنت من بنات النبي كانت بتلبس 7 اسواب فوق بعض عشان ما فيش اي حاجة من جسدها تبان تماما على الاطلاق. نماذج رهيبة في العفاف. رسالة، رسالة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل متبرجة، رسالة لكل متبرجة من رسول الله. انت عارفة لو مت الوقت هتقابله ربنا ازاي؟ انت عارفة لو مت الوقت هيحصل لك ايه تحت التراب؟ انت عارفة لو مت الوقت هتقابل ربنا بايه؟ انت طول ما انت متبرجة، طول ما انت حاطة مكياج كشف حاجة من شعرك، كشف حاجة لبسك مبين شيء منك، طول ما انت متبرجة عداد السيئات شغال، كل واحد بيبصلك عداد السيئات شغال، كل واحد شافك شهوته صارت راح وقع في زنا او راح اتفرج على موقع ولا حاجة في ميزانك، كل بنت صغيرة شافتك قلدتك وبقت متبرجة زيك في ميزانك، انت بتعرفيش العداد شغال قد ايه. رسالة لكل متبرجة، انت عارفة انت لو مت وانت كده رسول الله هيقول لك ايه؟ رسول الله اللي اقام غزوة بني النضير كلها عشان امرأة محجبة كشف حجابها، عشان حجاب، الحجاب الرسول اقام عشانه معركة. تضمن ان الرسول يقول لك لو انت متبرجة على الحوض سحقا سحقا، تستحمل الكلمة دي من رسول الله؟ انت عارفة يا متبرجة لو انت مت الوقت انت عارفة تحصل لك ايه يوم القيامة؟ يوم القيامة والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يبعث كل انسان على ما مات عليه من الثياب.
اللي ماتت متبرجة تبعث بثياب التبرج، عارفة يوم القيامة؟ يوم القيامة 50,000 سنة، يعني من أيام الدولة العثمانية والعباسية لغاية الوقت ما جوش 3,000 سنة ولا 1,000 سنة، من أيام الفراعنة لغاية الوقت 5,000 سنة، 50,000 سنة هتقف في الحر والعطش بسبب التبرج بتاعك ده، هتستحملهم إزاي؟ أنت عارفة أنت لو مت الوقت كده وحكمك عند ربنا إيه؟ أيما امرأة مرت على قوم وهي متعطرة فهي زانية، زانية ليه؟ دي ما وقعتش في الزنا بس أثارت قضية الزنا، كانت هي السبب فيه. مفيش واحدة تقول الحمد لله على التونيك اللي ساترني وعلى الإشار بالخمس ألوان اللي مغطي نص راسي. مرات أبو جهل لو كانت مشت كده في الشارع كان جوزها قتلها. مرات أبو لهب لو كانت مشت كده في الشارع كان أبو لهب عمل فيها إيه؟ اقفي قدام المراية واسألي نفسك ده يرضي ربنا؟ أنا خايف عليكي، أنا خايف عليكي والله العظيم، خايف عليكي من نار أوقد عليها 3,000 سنة هتستحمليها إزاي؟ خايف عليكي من نار سيدنا إبراهيم اللي اترمى في نار الدنيا لما يشوفها يوم القيامة يقسو على ركبته ويقول نفسي نفسي. أنا خايف عليكي، قرري إنك تلبسي حجاب أمهات المؤمنين، اقفي قدام المراية وقولي يا رب أنا لبست النقاب عشانك، أنا لبست الخمار عشانك يا رب، أنا لبست النقاب عشانك وأنا واثقة إنك مش هتضيعني، هتختار لي أحسن زوج وهتختار لي أحسن حياة وهتكرمني في حياتي أعظم كرم يا رب، أنا مستنية منك أنت فضلك يا رب. يا جماعة 12 شهر تتوقف الغزوات عشان ايه؟ عشان اصلاح المرأة، عشان التحصين الداخلي للمجتمع، واول ما المجتمع يتحصن داخليا ندخل في المشهد الثاني، الرحلة التاريخية الاستشهادية البطولية اللي الصحابة خرجوا فيها ورا رسول الله، رحلة ايه دي؟ الرسول في ذو القعدة 6 هجرية يعلن ان خلاص كل الصحابة هيخرجهم، هنخرج فين يا رسول الله؟ مكة. مكة يا رسول الله؟ بعد ما سابونا احنا اللي مش هنسيبهم يا رسول الله؟ طب نقعد نصلي ونصوم؟ لا، الدين مش صلاة وصوم بس، الدين جهاد وتضحية، ما ينفعش يا رسول الله هنروح لهم برجلينا والوقت في ذو القعدة في موسم الحج، العرب كلهم هناك يا رسول الله، لو مكة يا رسول الله حصل بيننا وبينها حرب هنحارب العرب كلهم، احنا داخلين رايحين نموت مش رايحين نعتمر يا رسول الله. والمنافقين يقولوا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهل أبدا. المنافقين يشعوا انه خلاص محمد هيجر حتف المسلمين لحتفهم، والمسلمين يبدأوا يترعبهم والمنافقين يتخلهم والأعراب يهربهم، ويثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,400 صحابي بس، 1,400 صحابي ثمرت 20 سنة شغل، ثمرت 20 سنة مجهود، ثمرت 20 سنة تربية، 1,400 واحد خرج ورا النبي في الرحلة الرهيبة دهيت. انت رايح تعمل ايه يا رسول الله؟ رايحين نعتمر؟ بقالنا 6 سنين ما شفناش الكعبة من اخر مرة تفتح حواليها، يوم الهجرة 72 شهر، بقالنا 130,000 ساعة ما شفناش الكعبة فيهم، ورايحين ننزع اعتراف رسمي من مكة بالاسلام قدام العرب كلهم عشان القنوات بتاعت الدعوة تتفتح، مش رايحين نحارب. يخرج الرسول قلبه مليان شوق رهيب لبيت الله الحرام، و1,400 قلب مشتعل ملتهب بالشوق لبيت الله الحرام وراه، والمنافقين واقفين يودعوهم وهم بيقولوا خلاص ما هماش راجعين. ومكة تسمع ان النبي قرب، ايه محمد اللي كنا لسه محاصرينه من 12 شهر؟ محمد والجيش بتاعه جايين لغاية هنا وجروا ان هم ييجوا وقدام الحرب كلهم في موسم الحج هنتذل قدام العرب؟ هنتفضح قدام العرب؟ قسما بالله لا يدخلوها ونحن احياء، لن يدخلوها الا ونحن موتى. وتخرج قريش معاها نسائها واطفالها علامة على ان مسألة حياة او موت، ويخرجوا بره مكة ويبعتوا خالد بن الوليد ب200 فارس من الفرسان لمواجهة المسلمين، يبعتوه من بعيد ليه؟ لان ما كانش ينفع ان الرسول يقرب من مكة، كانت هتبقى فضيحة، كارثة بالنسبة لقريش. محمد جاي يدخل يعتمر غصب عننا؟ محمد جاي يدخلها علينا عنوة قدام العرب كلها؟ بيذل مصدهرنا قدام العرب؟ لا يمكن. وتصمم قريش على الحل العسكري. الرسول اول ما يعرف عليه الصلاة والسلام ان جيش قريش جاي يغير الطريق ويطلع على الحديبية، ليه؟ ما هوش عايز حرب، الرسول راح يعتمر عليه الصلاة والسلام، الرسول مشتاق لبيت الله الحرام، وهو في الطريق للحديبية الناقة بتاعته تبرك، الصحابة يقولوا يا رسول الله خلقت القصواء تعبت وكبرت بقى؟ يقول لهم والله ما خلقت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. دي رسالة ربانية لينا ان احنا ما نحاربش مكة، رسالة ربانية ان احنا نقبل الصلح. والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها. الرحلة دي لازم مشهدها يتحفر في قلبك وقلبك. يا جماعة الصحابة كانوا
خارجين في رحلة استشهادية، الصحابة كانوا خارجين في رحلة نسبة الموت فيها مفيش فيها أي إفصال. المشهد ده هو يخلده ربنا في القرآن في سورة الفتح، ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، إنهم خرجوا في زي ما بيسموا البشر طريق اللي رايح مش راجع، عشان ربنا سبحانه وتعالى ثقة في الله. وندخل في المشهد الثالث، بيعة الموت. الرسول لما يلاقي مكة اتكبرت ومش راضية تبعت له حد، يبعت لها واحد بالجمل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يشاورها، يقتلوا الناقة بتاعت النبي ويجي الصحابي للنبي هربان، يبعت عثمان بن عفان، النبي مش عايز يحارب، عثمان يتأخر، الصحابة يبدأ الجو يتكهرب وسطهم، هم قتلوه ولا ايه؟ هم قتلوا عثمان، وتطلع إشاعة عثمان قتل. مكة اختارت الدم، مكة اختارت خلاص الحرب، مكة اختارت انها هتحاربنا، العرب كلهم هيدخلوا مع مكة، يعني احنا هنتقتل ولا ايه؟ المنافقين الكلام اللي قالوه هيطلع مظبوط، يعني احنا هنتقتل هنا، هندخل نحارب العرب كلهم ب 1400 واحد ازاي؟ واحنا جايين نعتبر معناش تسليح معركة خالص، ازاي؟ ازاي ان احنا ندخل نحارب العرب بالمنظر ده ويحصل كهرباء رهيبة في الجو ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان يمد ايده يصافح صحابي صحابي من 1400 صحابي بيعة على الموت يبيعوا رسول الله على الموت عشان اخوهم اللي اشيعوا انه اتقتل الصحابة خارجين لعمرة ماشي بقت معركة ماشي اتباع رهيب منظر 1400 صحابي بيبيعوا النبي على الموت عشان واحد ما بيفكركوش بالبرود اللي احنا فيه واحنا قاعدين الوقت بنتكلم ونسمع واخواننا في سجون اليهود واحنا ما بنتحركش مشهد النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج غزوة كاملة غزوة مؤتة تحارب 200,000 واحد من الروم الدولة العظمى اللي زي امريكا عشان واحد عشان الحارث بن عمير الازدي قتلوه واحد مسلم لما كان الاسلام غالي في قلوبنا كان دم المسلمين غالي الرسول اقام بني النضير غزوة كاملة عشان امرأة مسلمة اتقتلت لا اغتصبت لا بطنها اتشقت وطلعوا الجنين وحطوا قطة مكانها لا جوزها حطوه في خلاط الاسمنت وفرموه قدام عينيها لا جوزها وولادها اتقتلوا قدامها لا سجنوها في ابو غريب واغتصبوها لا امال ايه اهانوها شدوا الحجاب من على رأسها بس عشان مسلمة شفتوا المسلم كان غالي ازاي شفتوا دم المسلم كان غالي ازاي والوقت بيعة على الموت من 1400 واحد عشان مسلم واحد وينزل القرآن يخلد الموقف في قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين رضيت عننا يا رب اخيرا يا رب بعد 20 سنة جهاد فزنا برضاك يا رب اخيرا يا رب فزنا باعظم منحة في الدنيا اذ يبايعونك تحت الشجرة ربنا يخلد مشهد الشجرة والصحابة والايد في الايد ليه عشان ربنا يريد ان المشهد يتحفر جوه قلبك يريد ان المشهد يتحفر في قلوبنا ربنا بيريد ان المشهد يتحفر جوه ذاكرتنا اذ يبايعونك تحت الشجرة شايفين التصوير فعلم ما في قلوبهم ان ربنا اغلى عليهم من حياتهم ان اخوهم اغلى عليهم من روحهم ان الاسلام اغلى عليهم من حياتهم انهم اصحاب رسالة فانزل السكينة عليهم سكينة دول ناس هيواجهوا العرب كلها ربنا ينزل الاطمئنان والثقة على قلوبهم واثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر اللي اول مرة المسلمين هيشبعهم بعد 7 سنين و6 سنين في المدينة ومغانم كثيرة يأخذونها مغانم خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها دي مغانم العالم بقى فتوحات العالمية فارس والروم فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم معجزة ان رد الفعل اللي كان متوقع ان يبقوا قتل ودم معجزة ان العرب يسيبوا المسلمين في الوطن ده وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ان اللي خرجوا وخطروا عشان ربنا حماهم ان اللي مش هيخاف من اهل الباطل وهيشتغل لنصر الدين ربنا هيحفظه وهيحميه ويهديكم صراطا مستقيما انا هرفعكم هرقي الايمان في قلوبكم هخليكم قمم هوصلكم للفردوس الاعلى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها هديكوا فارس والروم والشام والعراق ومصر ونص العالم واليمن هفتح لكم الارض كلها انتوا تستاهلوا ان الدنيا تتفتح قدامكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار هنزل لكم الملائكة تقاتل معاكم كل ده ليه يا رب كل ده عشان رجالة عشان خرجوا مع النبي والنبي كرمهم يقول لهم انتم خير اهل الارض 1400 واحد لو النبي جه النهاردة هيقول لك انت من خير اهل الارض لو النبي جه النهاردة وسط الملتزمين والملتزمات هيقول لك انت من احسن 1400 واحد على وجه الارض
يا جماعة احنا مستوانا ايه؟ احنا هنبقى في الصفوف على حوض النبي في انهي صفوف؟ قدام ولا ورا ولا مش هنعرف ندخل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من شهد بدرا والحديبية. مشهد رهيب، مشهد بعت الموت، مشهد الايد في ايد رسول الله ويد الله فوق ايديهم، وجبريل ينزل من 7 سماوات يشهد البيعة، بيعة على الموت. بقى معانا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دينك يا رب، بقى معانا 1400 راجل مستعدين يموتهم عشان دم اخوهم ما يرقش. خلاص خلاص يا جماعه، ما دام العقيده وصلت للدرجه ديت يبقى الفتح المبين جاي. وفعلا جه، وفعلا جه المشهد اللي جاي، مشهد الصلح التاريخي. الصلح التاريخي لاول مره مكه هتعترف رسميا بالدوله الاسلاميه، زي ما امريكا الوقت تعترف بدوله من الدول. العالم كله يعرف ان لها حساب ولها قوه ويفتح ابوابه لسفاراتها. الوقت خلاص يا جماعه هننتزع اعتراف رسمي، الوقت هيبقى فتح مبين، القنوات كلها تتفتح قدامنا ويحصل الصلح التاريخي. بداية قصته ايه؟ لما قريش شافت ده ناس هيبايعوا على الموت، هتقف لهم تعمل ايه؟ بعتت لهم العرب بقى يبداوا يتفاوضوا معاهم. قريش متكبره مش راضيه تروح هي، يبعتوا ناس من خزاعه. يروح بتاع خزاعه الاول يكلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا محمد، يعني قريش مش ناويه تسكت؟ ما تعتقدش ان الموضوع سهل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما جئنا الا للعمره والهدي، اهو الاغنام اللي هنذبحها عند الكعبه، اهو احنا مش جايين نعمل حاجه. الرسول يحاول يفهمه، الرسول كسب كل الاطراف في المعركه ديت. يقول له طب لو مكة مرضتش هتعملوا ايه؟ هنقاتل مش هنرجع. وكان اول زلزال يزلزل مكة انها تعرف ان النبي مش ناوي يرجع. لما يرجع لها رئيس وفد خزاعة ويبدأ يشتم في مكة ويقول لهم لماذا تمنعون عباد الله من بيت الله؟ ايه ده؟ هو محمد قلب الترابيزة علينا ولا ايه؟ يبدأ الزلزال يحصل، اول زلزال، يبدأهم يقلقهم يتوترهم، الضغط يزيد، هنعمل ايه؟ والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بهذا، ابعتوا حد تاني. نبعت مين؟ عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف. يروح عروة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ يحاول يحطم النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا، استغفر الله العظيم. ازاي؟ يبدأ يحاول يفاوض النبي بحرب معنوية، يقول له يا رسول الله يا محمد المشركين أقوياء جدا والعرب وراهم، وشوية الأخلاط اللي أنت جامعهم من العرب دول مش هيقفوا وراك ولن يصبروا وراءك، أول ما هيحصل حرب حقيقية هينفضوا من حواليك. يا محمد يا محمد في حد يقاتل قومه؟ أسمعت عن أحد يجتاح قومه من قبل؟ أنت هتدخل تقاتلهم إزاي؟ ويبدأ الصحابة يظهروا حب رهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدام عروة الثقفي. يبدأ الصحابة لما النبي يتوضأ يقتتلوا على وضوءه، مين اللي هياخده يتوضأ بيه أو يمسح بجسمه؟ النبي يتنخم يقتتلوا على نخامة أطهر خلق الله، أحب خلق الله إلى الله عليه الصلاة والسلام. يبدأ الصحابي يكلم النبي، عينيه مكسورة وهو بيكلم النبي، صوته مش قادر يرفعه. النبي يشاور الصحابة يجروا ينفذهم، كلهم بيطيعوا طاعة رهيبة. عروة بن مسعود اتبهر، اتذهل، ايه ده؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت حد بيحب حد كده. يا جماعة انت لما الغرب شتم في الرسول وريتهم انك بتحبيه قد ايه؟ اكتر حاجة تحطم قلوبهم لما يشوفوا احنا بنحبه قد ايه؟ احنا وريناهم حبنا لرسول الله قد ايه؟ احنا اثبتنا لهم عمليا حبنا للرسول قد ايه؟ ده اكتر حاجة بتزلزلهم. يرجع عروة بن مسعود لقريش متزلزل يقول لهم يا قوم لقد ورطت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت احدا يحب احدا ويعظمه كحب اصحاب محمد لمحمد. انتوا بتكلموا مين؟ والله لا يسلموه ابدا، دول هيعملوا اي حاجه لو امرهم باي حاجه، انتوا اتجننتم. ابو سفيان يتزلزل قلبه، منظر خبيب بن عدي لما ابو سفيان علقه على النخله قبل بعد غزوه احد، لما قبضوا عليه وعلقوه على نخله في مكه في التنعيم وقعدوا يضربوه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه، وبعد كده ابو سفيان قرب منه وقال له يا خبيب اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك مصلوب عن نخلة مكانك؟ منظر كلمة خبيب وهو بيقول بإصرار والدم ناسف من كل حتة في جسمه، وهو بيقول لأبو سفيان والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكة. كلمة زلزلت قلوب أهل مكة كلهم، كلمة طيرت النوم من عيون أهل مكة. أهل مكة بدأوا يفتكروا من الحب الرهيب من أصحاب الرسول للرسول، وبدأت قلوبهم تتزلزل والتوتر يزيد والضغط يزيد والخوف يزيد. لا والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بهذا. يا جماعة عروة بن مسعود لما شاف الصحابة اتبهر. يا جماعة هند بنت عتبة لما شافت الصحابة يوم فتح مكة قالت ما عبد الله حق عبادته مثل هذا اليوم، ذهلت
الغرب دلوقتي لو شافك هيذل، الغرب دلوقتي لو شاف المسلمين هيبهر والله هينفر من الدين. يا جماعه تجار السلف لما راحوا في جنوب شرق اسيا بعد موت النبي 700 مليون بني ادم اسلموا من الانبهار بيهم. احنا دلوقتي مبهرين يا جماعه ولا منفرين؟ يا جماعه كل اللي حصل ده ليه؟ لان الصحابه عايزين يطوفوا حوالين الكعبه. يعني لو الكعبه دي دلوقتي في امريكا ترضي انك انت تطلعي وتتحملي مواجهه امريكا عشان تطوفي حوالين بيت الله الحرام؟ مين يا جماعه؟ مين يا جماعه عنده الشوق ده؟ يا جماعه لو بيننا وبين الحرم مش انفلونزا الخنازير، لا امريكا وجيوشها هنطلع ولا لا؟ وقريش تتزلزل، يبعتهم الرسول الثالث والسفير الثالث سيد الاحبيش من كنانه يجي للرسول عليه السلام. الرسول عارفه، الرسول درس الواقع، درس الواقع دراسه رهيبه. الرسول قال لهم هذا سيد الاحبيش انه من قوم يتالهون، يعني كثير العباده، سوقوا الهدي وروا الاغنام اللي احنا جايبينها عشان يعرف ان احنا جايين نعتمر. الصحابه 1500 واحد وهو داخل يلاقي 1500 واحد لابسين لبس الاحرام، 1500 واحد بيقولوا لبيك الله اللهم لبيك، 1500 واحد بالاغنام بتاعتهم، الهدي وعلامه الارسال للكعبه محفوره في جسم كل غنمه من الغنمات، والوبر بتاعهم اتنحل من الجوع بقالهم 20 يوم في الحديبيه بيتفاوضوا مع مكه. سيد الاحبيش ما يعملش حاجه ولا ينطق، قلبه يتنفض من المنظر، يوم راجع تاني يروح على قريش في قمه الثوره، والله ما حلفناكم على هذا، اتصدون من يعظم بيت الله الحرام؟ انتوا اتجننتم؟ انتوا ازاي تمنعوا ناس جايين لبيت الله الحرام؟ قريش تتزلزل تالت زلزال. ايه ده؟ احنا خسرنا الموقف، بقى منظرنا فضيحه قدام العرب، ما دخلناهوش عشان ما نتفضحش، بقينا مفضوحين اكتر، بقى منظرنا ظلمه. محمد كسب المعركه الاعلاميه من الجميع، وبعد مفاوضات يبعتوا له اخر واحد سهيل بن عمرو. دي المفاوضه السابعه يا جماعه، ده الجوله السابعه في المفاوضه. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ دول 1400 واحد بس قريش عارفاهم، عارفه المسلمين اشداء قد ايه. يبعتوا سهيل بن عمرو، اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام يشوفه يقول سهل امركم، بس خلاص والله ما ارسلوه الا وهم يريدوا الصلح. تعال بقى يا سهيل بن عمرو. الرسول يقعد والصحابه ملفوفين حواليه ويبدا يتكلم مع سهيل، نتصالح نتصالح، ايه الشروط بتاعتكم يا سهيل؟ نكتب نكتب، يلا يا علي يا ابن ابي طالب اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الرحمن الرحيم؟ مين الرحمن الرحيم؟ ما نعرفش حاجه اسمها الرحمن الرحيم، اسم الله الجليل العظيم، مفيش حاجه اسمها بسم الله الرحيم. امسح امسح يا محمد. سيدنا علي هيتجنن، امسح يا رسول الله. الرسول يقول له علي امسح، امسح ايه؟ الرسول يقول له هي فين يا علي؟ اهي. الرسول يمسحها بايديه عليه الصلاه والسلام. اكتب هذا ما كان بين محمد رسول الله، سهل بن عمرو رسول ايه؟ واحنا لو نعرف انك رسول الله هنمنعك عن بيت الله؟ اشطب رسول الله، علي كان هيتجنن، اشطب كلمه رسول الله ازاي؟ هما الناس دي بتتكلم ازاي؟ الرسول عليه السلام يقول له اين هي يا علي؟ اهي. الرسول يمسحها بايديه. اكتب لا تدخلوا الكعبة الى الكعبة هذا العام. الصحابة كانوا هيموتوا، ما ندخلش ازاي؟ ازاي ما ندخلش بيت الله الحرام؟ الرسول كان قلبه ملتهب من الشوق. يا جماعة لو انتوا في الموقف ده تخيلوه، انك الوقت ركبت من بلدك لمطار القاهرة، ركبت الطيارة نزلت مطار جدة، وخلاص وانت بتقولي لبيك اللهم لبيك، وانت قلبك خلاص بدأ يشم ريحة الكعبة، تلاقي السلطات جت قالت لك ممنوع. ممنوع ازاي؟ ارجعي ارجعي، مفيش. تخيلوا يا جماعه ثقل الاحساس. الشرط اللي بعد كده يا محمد، اللي يجي لكم مسلم من عندنا ترجعوه، واللي يجي لنا كافر من عندكم ما نرجعهوش. ازاي؟ الصحابه كانوا هيتجننوا. ازاي؟ ازاي نرد واحد مسلم جالنا للمشركين يفتنوه يا محمد، ويبقى لمده 10 سنين، 10 سنين نرضع الذل ده؟ وفي وسط الموقف يحصل حاجه تفجر الموقف، يجي ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيتفاوض مع النبي، وكان ابوه مؤيده وكان اسلم، مؤيده وسجنه وحبسه في الاغلال، يكسر الاغلال ويجي، واول ما يشوف الصحابه يرمي نفسه وسطهم ويقول يا اصحاب رسول الله اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديني؟ الصحابه بصوا لسهيل، منظر التعذيب على جسمه، الاغلال اللي متقيد بيها، الدم اللي بينزف من مكان الاغلال، الاستغاثه. الصحابة كانوا هيموتوا، لا يا رسول الله لا يمكن نسيب اخونا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو اجزه لي؟ يقول له لا، لجت القضية بيني وبينك، والله لا اصالحك ابدا، مفيش، ده اول واحد هنتفق عليه. الرسول يقول له بلى فافعل. لا، الرسول يقول لابو جندل ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. الصحابه يتجننوا، عمر بن الخطاب كان يموت، عمر بن الخطاب يجري على ابو جندل ماسك السيف يقول له يا ابا جندل انما دم المشركين دم احدهم كدم كلب،
خد السيف يا ابو جندل واقتل ابوك. يا ابا جندل والله لو كان الخطاب ابي لقتلته. يقول له طب ولما لا تقتله؟ يقول له لا اعصي الله ورسوله. يقول له وانا لا اعصي الله ورسوله. عمر بن الخطاب كان هيموت. عمر بن الخطاب يجري على النبي يا رسول الله، رسول عايز ماذا تريد يا عمر؟ يا رسول الله الست رسول الله؟ انت مش رسول؟ ألسنا المسلمين؟ احنا مش المسلمين؟ أليس المشركين؟ مش هم دول الكفار؟ عمر بن الخطاب كان هيجيله انهيار نفسي. عمر بن الخطاب منظر الاغلال، منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر ابو جندل في الارض من الاغلال بتاعته، منظر الدم اللي نازل من اماكن الاغلال، منظر استغاثه ابو جندل للمسلمين، منظر السجن اللي هيروح ابو جندل مش قادر هيموت. ألست رسول الله؟ ألسنا المسلمين؟ أليس المشركين؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ هو لما بقى الموضوع دم واحد هيدفع تمنى دمنا تمن دمه خلاص نبيع القضية؟ تخيل عمر بيقول للنبي ايه؟ عمر قال للنبي كلام يدل ان عمر ما كانش واعي هو بيقول ايه. عمر يا جماعة كان وصل لدرجة من الانفعال مش قادر. يا رسول الله لما نعطي الدنية؟ حد يقول للنبي لما نعطي الدنية؟ النبي يعطي الدنية يا رسول الله. يا رسول الله ولما بقى الموضوع تمن ودمنا تراجعنا يا رسول الله؟ الرسول عليه السلام يصبره يقول يا رسول الله ألم تخبرنا أن آتينا البيت الحرام ومطوفين به؟ احنا مش قلت لها الطوف حوالين البيت الحرام يا رسول الله؟ الرسول يقول له أو أخبرتك أنه العام؟ لا، فإنك آتيه ومطوف به. عمر هيتجنن يا جماعة، عمر مش قادر. عمر طلع على أبو بكر، يا أبا بكر ألسنا المسلمين؟ يا أبا بكر أليسوا المشركين؟ مش احنا الحق يا أبو بكر؟ مش ربنا معانا نخاف ليه؟ أليس رسول الله؟ مش ربنا وعده بالنصرة نخاف ليه؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ يا أبو بكر، يا أبو بكر نقتل نفسنا نتقتل، بس أخونا أبو بكر ما انت شايف شكله؟ ما انت شايف دمه اللي بينزف؟ ما انت شايف استغاثته أبو بكر؟ أبو بكر يقول له إنه عبد الله ورسوله، إلزم غرزة، إلزم غرزة. أخبرك أنك آتي البيت الحرام ومطوف به هذا العام؟ قال له لا. قال له فإنك آتيه ومطوف به. نفس الإجابة من الصديق، أقرب قلوب الأمة كلها لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا هيموتوا، الصحابة يوميها بكوا نهنهوا بالبكاء زي بكاء النساء. الصحابة كانوا بيبكوا زي السكالة، مش قادرين، مش قادرين. منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر ابو جندل، يا جماعة ابو جندل ده ما كانش حد يعرفه اصلا قبل كده، يعني مش عمر واتحبس، ده واحد معظمهم عمره ما سمع عنه. بس الاسلام، الرابطة، الدين، الدم اللي عمره ما يبقى مية. الصحابة بقوا دموعهم بتنهمر من البكاء والنشيج بين ايدي رسول الله. لما جم يحلقوا لبعضهم بعد الموقف ده كانوا هيدبحوا بعض، هيطروا رقبة بعض من كتر الهم. سهل بن حنيف بعد 40 سنة يوم معركة الجمل وقف ينادي الصحابة قبل ما يحصل الحرب، يقول لهم يا اصحاب رسول الله لقد رأيتنا يوم ابي جندل، سماه يوم ابو جندل من كتر ما اتحفر في قلوبهم، ولو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه. لو كنا نقدر نقول لمحمد ابن عبد الله لا كنا قلناها، بس ما قدرناش نقول له لا. تخيلوا الصحابة وصلوا لدرجة ايه؟ الصحابة راحوا للنبي يصرخوا يا رسول الله نتقتل يا رسول الله، بس اخونا ما يحصلش فيه كده. يا رسول الله مش هنقدر نقبل ان اخونا يحصل له كده، نقبل ده ازاي؟ ما انتش يا رسول الله. منظر الاغلال، قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتقطع، كان بيتمزق، ولكن اعتراف رسمي بأمة الاسلام وخلاص اتعهدنا، انتهت القضية، ده وفاء بالعهد. يا جماعة اوعوا تنسوا ان في يوم من الايام الدين حصل له كده، ان هذا الدين لا ولن يموت. ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله، ولو قدر له ان يموت لمات يوم ارتدت جزيرة العرب، ولم تقم صلاة الجمعة الا في 4 مساجد. وقال الصحابة لأبو بكر يا ابا بكر الزم بيتك واعبد ربك، انه لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. وفي سنتين كانت جيوش المسلمين قتلى المرتدين وجزيرة العرب تحت سيطرة الاسلام. ان هذا الدين لا ولن يموت. ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاءت 7 حملات صليبية شرسة، 90,000 مسلم اتقتلوا وهم داخلين القدس، ركب الخيول غاصت في الدماء، الاقصى اتعلق عليه الصليب، بيت المقدس قبة الصخرة اتعلق عليها الصليب، المساجد بقت اسطبلات وكنايس، الاطفال المسلمين خدوهم، اطفال المسلمين شووهم وكلوا لحمهم مشوي، الشوارع كلها بقت دم، المسجد الاقصى اتملى جثث اللي راحوا يلوذوا بيه. 7 حملات
الصليبية وبعد 91 سنة يجي صلاح الدين الأيوبي يحطم الصليبيين في 52 معركة ويرتفع أذان صلاة الجمعة بعد 91 غياب من المسجد الأقصى. إن هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له أن يموت لمات يوم جاء التتار قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين. جماجم المسلمين بقت قد الجبل يا جماعة، قد الجبل، شهر كامل بيقتلوا في المسلمين، قتلوا 1000 مسلم، وفي رواية 2000 مسلم، 2 مليون، والخليفة حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالأحذية. يا أمة محمد وعطيأسه، يا أمة محمد شايفين موقف أبو جندل وتغيرت الأيام، وفي خلال 3 سنين يا رسول الله جزيرة العرب كلها تبقى مسلمة، في خلال 3 سنين يا رسول الله الفتح المبين هيملك جزيرة العرب. يا جماعة وعطيأسهم، اوعم اللي يسمع الوقت ان في 500 امرأة في سجون اليهود ما يأس، اللي يسمع الوقت ان 80% من لاجئي ومشرد العالم اللي التنصير بينهشهم من المسلمين ما يقاسش، اللي يشوف الوقت الخمر والمخدرات في بلادنا بقت هوم ديليفري ما يقاسش، اللي يشوف الوقت ان ساعة البلاي ستيشن بقت احب الى الشباب مما طلعت عليه الشمس وغربت، وحب بقى الى شبابنا من دنياه الشات والمكالمات والموبايلات ما يقاسش. كل ده هيتغير، كل ده هيتغسل، الواقع الرهيب ده هيتمسح، الدين جاي يا جماعة، النصر جاي. ويخلد ربنا الموقف في القرآن وينزل قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، اللي معاه، اللي سبته معاه، اللي لما قال اخرج خرجوا معاه، ولما قال بيع على الموت بيعوا معاه، ولما قال نرجع رجعوا معاه، اللي مع الرسول في الأزمات، اللي مع الدين في الشدائد، اللي معاه، انت معاه، انت معاه، انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا فين يا مسلمين؟ الواحد لما بيمشي في الشارع فين يا جماعة؟ فين الغيورين على الدين؟ انتوا فين؟ لا احنا شايفينك وسط الدعاء، ولا احنا شايفينك مكسر الدنيا في الدعوة في مكانك وشغلك ودراستك، ولا احنا شايفينك بتطلب علم عشان تبقى عالم من علماء الإسلام، ولا احنا شايفينك في النشاط الخيري وتوصيل الصدقات للفقراء، ولا شفناك أيام غزة بتوصل لهم أي معونات، ولا شوف، ما احنا شايفينك انت فين؟ ما احنا شايفينك بتحارب التنصير، ولا شايفينك بتحارب العلمانيين، ولا شايفينك بتهتف وسط الناس بالتوبة الى الله، انت فين؟ انت فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده دينكم يا جماعة اللي بيطعن الوقت، ده دينكم. اللي مسجونة في سجون اليهود دي اختك، اللي مسجون في سجون الامريكان ده اخوك. اخوانا الصحابة كانوا هيتقتلوا عشان مسلم واحد، مسلم واحد، الدم بقى مية ازاي؟ والذين معه اشداء على الكفار حتى لو ابوهم واخوهم رحماء بينهم لدرجة يموتوا بعض حبا في بعض، يموتوا عشان واحد بس منهم حبا في بعض، تراهم ركعا سجدا عبادة على طول يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل قضيتهم رضاك يا رب، رضاك يا رب والوصول لربنا سبحانه وتعالى. ويخلد ربنا المشهد يا جماعة، ويجي البطولات رهيبة من مش القريش قالت اللي مسلم من عندنا ما يجيلكش؟ طيب انا ماليش دعوة بيهم، الرسول ماليش دعوة بيهم، شوفوا هم عملوا ايه. ابو جندل يهرب مع واحد اسمه ابو بصير ويطردوا تجارات قريش على جنب البحر الاحمر، ويقطعوا على قريش تجارتها لغاية ما قريش تستغيث بالنبي انه ياخدهم وخلاص. شايفين الفرج؟ وتطلع ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط، البنت الصغيرة اللي اسلمت ولكن ابوها عقبة ابن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في الحرم، ما تقدرش تكتم خبر اسلامها، ابوها يتقتل في بدر، اخواتها الاثنين الوليد وعمارة يحاولوا يجوزوها ما ترضاش، ومحدش عارف السبب ايه، قدامها تتجوز اغنى واحد في مكة واحسن واحد في مكة ما ترضاش، لغاية ما يجي صلح الحديبية ما عادتش قادرة تكتم خبر اسلامها. هتعمل ايه؟ ده 10 سنين مدة العهد، وتقرر انها هتهاجر لوحدك لوحدي. طب ولو رجعوك هتتقتلي؟ اتقتل وتسيبي وامك وبلدك ووطنك واخواتك؟ ده انت لسه بنت صغيره، ده انت المستقبل قدامك، ده انت بنت اغنى الناس، ده انت من عليه القوم، ده انت اي عريس يتمناكي، ما بتحلميش بفارس الاحلام، وتهاجر ام كلثوم لوحدها وتنزل سوره الممتحنه، ربنا يقول للنبي فيها فلا ترجعوهن، اوعوا ترجعوها حتى لو قامت حرب على مستوى الجزيره كلها عشان امراه واحده، يا رب عشان واحدة تقوم حرب كاملة، عشان كان المسلم غالي، كان الإيمان غالي، كانت عملة الإيمان غالية. ويثبت قدام قريش إن منع المهاجرين مستحيل يا جماعة. وكده وصلنا للسبب اللي ربنا سمى عشانه صلح الحديبية، فتح مبين، فتح
فتح دعوي، عدوا معايا، فتح دعوي، العالم كله اتفتح، الناس كلها عايزة تسمع، القنوات كلها اتفتحت، الرسول بعت في جيب المسلمين بتوعش الحبشة اللي بقالهم 14 سنة مهاجرين، تعالوا، تعالوا تاني، مهمتكم جت خلاص، انتوا دعاء، الدعوة اتفتحت الوقت، يلا تعالوا، كنتوا قبل كده كانت مهام جهادية ما كناش محتاجين لكم، كان معانا رجالة، الوقت محتاجين كل داعية، ويجي معهم الأشعريين في فرح رهيب، والرسول عليه السلام يبعت لكل قبائل العرب، يعرف كل قبائل العرب بالإسلام، لأول مرة بيسمعونا، لأول مرة ما بيطردوناش، لأول مرة مش هيقوم الصحابي يكلمهم يطعنوه زي حرام ابن ملحان يقتلوه، وهو بيكلمهم، الرسول يبعت لملوك العالم، ملوك العالم كلها، ملوك الفرس والروم ومصر، تخيلوا يا جماعة العز اللي بقينا فيه، ما احنا بقى معانا ناس مستعدية بتبايع على الموت خلاص، يبعت للمقوقس حاكم مصر، يبعت له ماريا القبطية هدية، ويبعت له بغلة حمار كده صغير اسمه دلدل، حمار مصري أصيل، جاهد مع النبي في الغزوات بعد كده، حمار مصر، أي حاجة من ريحة مصر يا رسول الله، أي حاجة نتشرف بيها في سيرتك يا حبيب الله، ويبعت لملوك العالم، ويبقى الإسلام دعوة عالمية، الملوك كلها تسمع بعزة الإسلام ويبعت لقيادات قريش يبعت لخالد بن الوليد مثلك لا يجهل الإسلام وفي يوم واحد يسلم ثلاثة من أفلاس أكباد قريش خالد وعمر وعثمان بن طلحة اللي ماسك مفتاح الكعبة الثلاثة أفلاس أكباد مكة ييجوا بعد ما كان عمرو هيعمل لجوء سياسي للحبشة وخالد كان هينتحر كان هيقتل نفسه يلاقي رسالة النبي جياله يروحوا للنبي يسلمهم النبي يفرح يقول مكة ألقت إليكم أفلاس أكبادها الوقت أمريكا اللي بتاخد أفلاس عقول العالم الوقت العباقرة من العرب بيروحوا هناك ياخدوا نوبل والفيمتو سجن هم اللي ياخدوها يجوا يضربونا بيها في حرب العراق الوقت بقت الأمة بدون هدف يا رسول الله كنت بتسخر طاقات الأمة للدين الوقت يا رسول الله الملياردير العربي عمل فنجان قهوة راقصة بالورق بورق الفلوس يا رسول الله الوقت بقينا أمة بدون هدف يا رسول الله الفتح بدأ يجي يا جماعة القنوات الدعوة انتشر الإسلام في العرب انتشار رهيب لدرجة ان بعد سنتين لما النبي هيدخل فتح مكة هيدخل بعشر تلاف وكان في الحديبية 1400 يعني في سنتين تضاعف عدد المسلمين سبع أضعاف اللي تضاعفوا بالتسعتاشر سنة فتوح رهيبة يا إخواني ويبدأ الإسلام ينتشر ودول مجلس التعاون الخليجي قطر والكويت والبحرين القبائل بتاعتها تيجي تفد لرسول الله تسلم على ايد رسول الله ويحصل فتح عالمي في خلال 3 سنين جزيرة العرب كلها هتدخل فتح دعوي وفتح اقتصادي اموال الزكاة تتدفق على الدولة الاسلامية فتح عسكري السرايا الاول مرة تبدأ تروح في اعماق الجزيرة العربية ما عادش في خوف فتح جهادي الرسول عليه الصلاة والسلام يبعت خالد بن الوليد في غزوة مؤتة يبعتوا يحارب الروم ب3000 يلاقوا جيش الروم 200,000 يبدأوا يعملوا ايه يتقتل اول قائد زيد بن حارثة يتقتل جعفر بن ابي طالب بعد ما تقطع ايديه ورقبته قدام الراية يتقتل عبد الله بن رواحة تاني قتلت قائد خالد ياخد الراية يجاهد ب9 سيوف في ايديه لغاية ما يتكسروا عمرهم ما كانوا يتوقعوا ان تسليح الروم بالمنظر ده يا جماعة تسليح الروم كان رهيب يا جماعة كان تسليح رهيب سيوفهم كانت تنزل على سيف المسلمين تكسروا المسلمين أبدوا بطولات رهيبة جعفر كان ماسك الراية بيمينه وقطعوها له مسكها بشماله قطعوها له مسكها بين رقبته وصدره ذبحوه وسقط 90 طعنة في جسمه رضي الله عنه خالد مسك 9 سيوف اتكسروا في ايديه ايه ده ايه الجبال دي خالد عمره ما كان كده الاسلام قلبه مسلم من المسلمين يتجرح جرح رهيب وهو بيمرض في الخيمة يسمع صوت المعركة يقول وانت في الدنيا الاسلام يحصل له كده يقوم يقاتل حتى يقتل والاول مره الروم يشوفوا ايه الاسود دي ايه الجبال دي خالد بن الوليد يعرف يعمل خطه للانسحاب يجيب الميمنه مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والقلب مكان المؤخره والمؤخره مكان القلب الروم يحسبوا انه جيش جديد خالص وبعد كده يخلي ناس ورا يقعدوا يسيروا التراب يحسبوا ان لسه في مدد جاي كمان وبالليل ينسحب يسيبوهم ويرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاسود الصغيره الاطفال تجري ورا الاسود الكبيره تقول لهم يا فرار الرسول يقول بل هم الكرار وبعد ايام يطلع غزوه ذات السلاسل او ذات السلاسل ايا ما كان النطقين يطلع غزوه ذات السلاسل بقاده عمرو بن العاص خلاص يا جماعه فتوح فتح مكه نفسه لسه له سنتين فتح خيبر اليهود هيتحطمهم فتح
ان المنافقين اتدمروا. الضربة القاضية كانت صلح الحديبية، كان فتح مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح العالم قدامنا لقى رجالة تشيل الدين. الوقت لو العالم فتح قدامنا مين اللي يشيل الدين؟ ما العالم مفتوح اهو، مين اللي يجري يدعو الناس للاسلام؟ الرسول جانا ثمر 13 سنه تربيه في مكه، لقى رجاله باعت عمرها ولفت ليل نهار في الارض تنشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ضيعش هو ولا الصحابه دقيقه، لو كان ايام الجهاد ناموا ساعه ما عادش في نوم. الدعوه اتفتحت، الناس بدات تسمع، الدخول في دين الله بقى سلميا يا جماعه. وكان موقف رهيب يا جماعه، لو كان النبي ما قبلش الصلح وكان دخل مكة كان حصل ايه؟ عشان تعرفوا كان حصل ايه. اول حاجة كان عصى امر الله، طبعا صفراز طبعا النبي عمره ما يعصي، بس الصحابة كان عصى امر الله. تاني حاجة كان دخل في الاشهر الحرم وقاتل فيها، كانت صورة المسلمين اتشوهت قدام العرب كلهم. ثلاثة كان حارب العرب كلهم، كنا تهزمنا هزيمة اخرتنا 50 سنة. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان في قمة الحكمة. يا جماعة احنا الوقتي 6 هجرية ذو القعدة، 5 هجريا ذو القعدة، كنا لسه متحصرين في الأحزاب. الرسول في 12 شهر، الأمة بقيادة محمد بن عبد الله في 12 شهر بقت هي اللي محاصرة مكة وفتحت العالم ووصلت لزعماء العالم. عشان أقول لكم لماذا محمد، عشان لما أقول لكم الوقت الشعار بتاعنا لماذا محمد، هو الوحيد اللي يقدر يقود الأمة. لازم نمشي وراه، لازم نتبعه زي ما الصحابة خرجوا وراه. عمرة ماشي، عمرة لا ده بقى على الموت ماشي، لا نرجع ماشي. سمعوا وأطاعهم، وكانت النتيجة النصر المبين. سنة 5 هجريا كان نازل سورة الأحزاب اللي مليانة مآسي محمد ابن عبد الله. قلنا ليهم علشان رسولنا.